بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة النصر 24 والتي تستهلها بالعناوين. رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيتنو يخاطب أفراد الجالية التشادية بأبو ظبي. رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي. الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في كل أنحاء أوروبا. كانت لكم عناوين النشرة، أهلا ومرحبا بكم إلى تفاصيلها. سجل رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيتنو سجل زيارة إلى مقر السفارة التشادية بأبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى بطاقم السفارة وأفراد الجالية التشادية المقيمة في الإمارات، ورحب سعادة السفير زكريا إدريس ديبيتنو سفير البلاد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. رحب بزيارة رئيس الجمهورية وثمن على اهتمامه بتفقد أحوال السفارة والرعاية التشاديين في الإمارات، كما أشاد بالعلاقات الثنائية بين تشاد والإمارات التي وصفها بالمتميزة، وقال إنها شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وشكر رئيس الجمهورية على اهتمامه بتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين. كما قدم رئيس الجالية التشادية بدولة الإمارات العربية المتحدة السيد بشار لقمة كلمة أثنى فيها على جهود المجلس العسكري الانتقالي في تسيير المرحلة الانتقالية والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار، وامتدح رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيتنو على العلاقات المتميزة بين تشاد ودولة الإمارات العربية المتحدة، داعيا أفراد الجالية التشادية بدولة الإمارات إلى التحلي بالأخلاق الطيبة وأن يكونوا سفراء للسلام. نتابع جانب من حديث رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيتنو. سيدنا كان جاي برا، ممكن أخبارنا بلدك كان عندك كويس، وكان جاي برا ما عندك يعني عندك همية في بلدك، دون كلام ده نوركم يعني بلدكم آفي والسلام. جاي في ديننا الجيش، وإن شاء الله ربنا سهل لنا كل الأمور، خطو قلب لكم باري زي بيقولوا تشادين، بلدكم آفي والسلام، والجيش هناكم جيش الوطني إن شاء الله خير ما هنو زي ما البداية قال بشيل خير ما هنو شال قايد، والأمور حقنا يعني ماشي طيب. أخواني إن شاء الله نور لكم ده، أنتو جيتوا هنا قاعدين ممكن للخدمة، أكتر منكم جيتوا قاعدين خدمة، أكتر منكم في تجارة، والدولة هنا نعلم كان جيت ده أنت أول نفسك تريبريزنتي الدولة هناك، تريبريزنتي درابو هناك، دونك لازم كومبورتمون هناك ده يعني تسير كومبورتمون أديل، عشان الناس بيقولوا تشادين ده كومبورتمون أديل، عشان تشادين ده بيقولوا ناس كويسين، ده مهم. أي تشادي جاي برا ده هو بيمثل التشادين كله، هو بيمثل سفير التشادي. كان سويت شغل هوان بقول تشادين كله هوانين، كان سويت شغل أديل تشادين كله يسوي أديل. بلد أنا النار من ده كان سويت شنو كله ما هناك، شغل أنت اللي جيت هنا فايدة ده ودي في بلدك هنا ده كان جات 100 سنة كله ما هناك، شغل سويت كان عدلت البيت كله ما هناك، كلام ده شغل أنت فايدة اللي قلتوه هنا ده رسل بلدك. سيجوا خدمة وقاعدين هنا، لكن أعرفوا كي يوم هيدا تقبلوا في بلدكم، وكان قبلتوا شنو سويتوا في بلدكم، شنو رسلتوا زيادة في بلدكم، ده يفكروا كثير، وإن شاء الله ربنا يسعدكم وربنا يسعدنا جميعا، وربنا يجيب العافية والسلام بين الشهدين. قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الغذائية
عبر سفير المملكة العربية السعودية لدى تشاد تبرعات من المواد الغذائية لوزارة الصحة والتضامن الوطني ووزارة شؤون المرأة وحماية الطفولة. وأوضح الدبلوماسي السعودي عامر بن علي الشهري أن هذه اللافتة تعزز العلاقات بين بلاده وتشاد، وأضاف أن المملكة العربية السعودية ستواصل دعم جهودها للحكومة لتحسين الظروف المعيشية. وبدورها رحبت وزيرة المرأة وحماية الطفولة السيدة أمينة برنس اللونغو نيابة عن الوزارتين رحبت بهذه المبادرة، وشكرت مركز الملك سلمان لهذا الدعم، ودعت الدوائر الفنية في الوزارتين للنزول في توزيع التبرعات للمستفيدين. دشن وزير الصحة العامة والتضامن الوطني الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم رفقة وزير العدل حامل الأختام المكلف بحقوق الإنسان محمد أحمد الحبو ووزير الدولة للصحة العامة والتضامن الوطني في كلاسيو قافلة طبية لصالح 1328 معتقل من بينهم 53 سيدة. وتتكون هذه العملية من الاستشارات والعناية والإقلاع إذا تطلب الموقف ذلك والعلاجات المجانية. وستستغرق العملية يومين يأخذها فريق من 6 أطباء و8 ممرضات. وستمتد هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة والتضامن الوطني بالتعاون مع وزارة العدل المسؤولة عن الحقوق لتشمل جميع السجون 44 في تشاد. وخلال زيارة المستوصف ذكر وزير الصحة والتضامن الوطني طاقم التمريض بدورهم في التعامل مع الأشخاص المخالفين للقانون، كما حث العاملين الصحيين المنتشرين لاحترام أدبيات المهنة من أجل معاملة أفضل للمحتجزين. ومن جانبه رحب وزير العدل حامل الأختام المكلف بحقوق الإنسان محمد أحمد الحبو مبادرة وزارة الصحة والتضامن الوطني، ووصفها بأنها جديرة بالثراء ومهمة في سياق احترام حقوق المعتقلين. تم التوقيع في إسطنبول بتركيا على بروتوكول يلخص نتائج مناقشات 27 و28 من يونيو الجاري المتعلقة بإعادة هيكلة ديون عامي 1995 و2009. ويأتي ذلك في إطار البرنامج مع صندوق النقد الدولي والذي يتطلب إعادة هيكلة الدين الخارجي. وتم التوقيع بين الوفد التشادي برئاسة وزير المالية والميزانية السيد طاهر حامد إنجلين والوفد الليبي برئاسة وزير المالية الدكتور خالد المبروك عبد الله. أما في الشأن السوداني التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن. التقى مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي وتناول اللقاء الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة الفشقة والتي قام فيها الجيش الإثيوبي بقتل 7 أسرى من الجنود السودانيين ومواطن مدني تم اختطافهم من داخل الأراضي السودانية. وأكد البرهان خلال لقائه دكتور إنيت ويبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي حرص السودان على علاقات سوية ومتوازنة مع الجارة إثيوبيا. وقال السفير عبد الوهاب محمد الحجازي مدير الشؤون الأوروبية والأمريكية بوزارة الخارجية قال في تصريح صحفي أن اللقاء اتسم بالوضوح والصراحة، مبينا أن الفريق البرهان طمأن مبعوثة الاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي على الأوضاع في السودان والإقليم. فقد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقال للفريق أول محمد حمدان دقلو يرافقه عضوي مجلس السيادة الطاهر حجر والدكتور الهادي إدريس مواطني منطقة والرابطة بمحلية جبل مون. وأوصى دقلو بأهمية التعاون والمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار اللذان يعدان أساسا للتنمية ونسيان الماضي ووقف الحرب اللعينة للمضي قدما نحو التقدم والازدهار والتنمية. وأشار خلال مخاطبته مواطني منطقة السلعة بحضور عضوي مجلس السيادة الدكتور الهادي إدريس والأستاذ الطاهر أبو بكر حجر ووالي ولاية غرب دارفور الجنرال الخميس عبد الله بكر أشاد باتفاقيات الصلح بين مكونات المجتمع المدني بمحلية صلعة مطالبا المحافظة عليها. وأوضح أنه والوفد المرافق له جاءوا لولاية غرب دارفور لأجل المصالحات وبسط هيبة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار مطالبا المواطنين بعدم التستر على المجرمين والكشف عن أي مجرم وتقديمه للعدالة وسد باب الفتن والكراهية مشددا على ضرورة فتح كافة الأسواق والطرق بين محليات الولاية المختلفة لتقوم القوات النظامية بتأمين مناطق العودة الطوعية والموسم الزراعي. نتابع جانب من حديث نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو. اجعل
بسم الله فيهم رحلة الشتاء الأخوة في الوقت المرافق، الأخوة في المجلس السيادي، الأخ الأستاذ الطاهر حجر، الأخ الدكتور الهادي إدريس، الأخ الفريق خالد الشامي، الأخ مدير، الأخ ممثل الجهاز، الأخ جاردية، كل الوفد، الوفد الخرطوم، الإخوة في لجنة أمن السيد الوالي ولجنة أمن الولاية، الأخ مدير محلية جبل مون ولجنة أمن المحلية، الحضور جميعا من الإدارات الأهلية السلطان، الأمراء، كل الحضور، الشباب والشابات، الحضور جميعا، أبهاتنا أمهاتنا، الناس الواقفين من الصباح منتظريننا، الإعلاميين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم والله الواحد جايكم، لكن الآن حزين أنه يجي لمشكلة، مشكلة راحوا ضحيتها أشخاص عزيزين علينا جميعا. مفروض اليوم جيتنا دي أن إحنا نكون جايين نفتح منشآت اللي تكلموا عنها الآن الشباب. نفتح منشآت اللي تكلموا عنها الآن المدير التنفيذي، ولا تكلم عنها اتكلم عنها الفرشة، واتكلموا عنها الشباب. شكرا جزيلا، مبروك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، ابشر بالخير، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، ابشر بالخير. هنتكلم عنها المدير التنفيذي، المفروض احنا الان نكون شيعنا في فتح المنشآت اللي اتكلمتوا عنها، ومطالبكم مطالب مشروعة. الان انا بفتكر انه المطالب اللي اتكلمتوا عنها كلها مطالب مشروعة. لو الناس كلها متجهة للتنمية وللاستقرار، الناس كان مشت الآن وفتحت الكلام اللي اتكلمت عنه، اتكلمت بمطالب مشروع حقيقية. كل الكلام اللي اتكلم عنه الشاب كلها مطالب حقيقية. طيب يا اخواننا، احنا عشان نوقف العبث الماشي ده، المطالب بتاعت الأمن، احنا جينا الآن لغرب دارفور، جندنا واحد هو الأمن، الجند هو الأمن. الأمن على ثلاثة أنواع. واحد المصالحات الآن، وإنتوا أكرمتونا، إنتوا يا جبل مون والقبائل اللي معاكم الرزيقات أكرمتونا أول ما وصلنا بتوقيع من المطار للتوقيع، ده كرم ونحن لا ننسرف أبدا. الحاجة الثانية أن إحنا برضو فرض هيبة الدولة، ما كلام فرض هيبة الدولة، ما كلام فرد هيبة الدولة فعل. الكلام الجانبي لو سمحت هناك، لو سمحت الكلام الجانبي بجنبك كويس. فرد هيبة الدولة دي اخوانا احنا دايرينه فعل، ما كلام، فعل تطبيق. اي زول، اي زول راسه كبير عامل فيه، هو راسه كبير، هو بيعتدي على حق الناس، هو بيعتدي على اعراض الناس، هو بيعتدي على اراضي الناس. ان احنا دي مسؤوليتنا، ما مسؤولية المواطن يا اخواننا. من اليوم ما مسؤوليتكم، ده مسؤوليتنا نحن. ويا اخواننا انا العقد دي وديتهم من هنا، جبت الخرطوم، الناس اللي انا بظن فيهم الخير وفيهم الفائده، انا جبت الخرطوم. سالتهم قلت لهم المشكله اللي تقاتلوا من اجل شنو؟ ما عندكم اي اجابه، ما في اي اجابه، اجابه حراميه بس. الاجابه كل شيء المشاكل دي كلها حراميه، سرقوا حق فلان وشالوا حق علان، دي اجابتهم هم. طيب يا اخواننا، احنا الان الطلب حق القوات الامن الحمد لله وصلت وجبت في دار قمر. القوات دي ما جايه لدار قمر ولا جايه للمنطقه، جايه للمنطقه دي، جايه لجبل مون.
الغوادي من جنوب كردفان، الغوادي اخوانا من جنوب كردفان، وقبل كده هي جات المنطقه بتاع جيمور اللي كانت فيها احداث في جده، والحمد لله قاعد اكثر من 6 شهور وحسب المساله تماما، والان نحن النازحين تقدر تقول 40% رجعوا من مناطق كاسو وما حولها بسبب القوه دي يا جماعه. القوه دي جايه من 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 جنوب كردفان، ما عندها قبيله في دارفور، هي قبيله السودان، هي قبيله الزول الكويس، الزول المحترم نفسه، الزول برضي الله، ده زولنا. اما اي زول اي زول هو بيتجاوز الحدود احنا نوقف في حد يا اخواننا، عشان نكون واضحين في الحته دي تكونوا عارفين. برضو اخوانا الوفد ده اللي احنا بنتكلم زي ما شايفين انتم، الوفد ده بيتكون من مجلس سيادي، النادي في المجلس السيادي الاثنين بيمثلوا اخوانا في الجباحه المسلحه. الثاني اخونا خالد الشامي هو بيمثل القوات المسلحه، هو النائب اركان عمليات، يعني زول قائد الجيش الان، الجيش ده هو قائده، المسؤول عن الجيش الان موجود. ممثل جهاز الامن موجود. برضه ممثل اخونا في التحرير مش ممثل الحاكم، ممثل حركه التحرير موجود. معانا ممثل الشرطه لكن فريق واعتذر هو ماشي الحج، سمحنا لكن ممثل الشرطه حيصلنا في اليومين الجاي. يا اخوانا نحن الكلام اللي دايرين نقوله. غير لجنه امن الولايه الغالي موجود بلجنه امن ولايته. نحن ما دايرين نمشي من هنا. نمشي من هنا دايرين نقول لاخوانا الجبرمون الاسواق فتحت. نحن هسي دارينكم كلكم مع بعض. قالوا في احتفال ثاني، احنا ما دارين احتفالين، دارين احتفال واحد. دارين كلكم القاكم في حته واحده. دارين نمره واحد. نمره اثنين، احنا دارين الاسواق دي كلها تفتح. البلد كلها تفتح. كويس؟ اي انسان متهم ما في افلات من العقاب. ده هم الموضوع، ما في افلات من العقاب. اي زول متهم من هنا ولا هناك تشيلونه فوق الان. تدونا لسته الان، تدونا كل اللسته بتاعت المجرمين اين الان بنجمع فيها، من جهه بنجمع في الاسماء بتاعت المجرمين. اي زول تابع لقوات نظاميه، تابع متفلت بس تدور اسمائهم، اين بنطاردهم؟ محمد نجم نقبضهم، محمد نجم نقدمهم العداله، فقط دايرين منكم الشهود يا جماعه. العداله دي دار الشهود، غير الشهود ما دايرين منكم اي حاجه، بس الزول العنف اللي اتقبض طوالي النيابه، الشرطه النيابه القضاء طوالي، وشو نعمل محاكم خاصه للمواضيع دي. محاكم خاصة، مطالبكم كلها مطالب مشروعة من عدالة، نيابة، قضاء، في صلاة مطلوبة الآن قبل بكرة. مطلوبة الآن قبل بكرة العدالة، مطلوبة، مطالبكم كلها مشروعة، أين حنحصل مطالبكم دي كلها نشيلها ونراجعها؟ يا إخوانا عندنا أولويات، كان قلنا الكلام ده كله نتقال أسد بنعمله كذابين ما نقدر نعمله، لكن الأولويات بنعملها، الحاجات الضرورية زي الموية، اخونا هذا الطاير اتكلم في الاتصالات، انا ما هتكلم فيها، لكن هنتعامل ان شاء الله طوالي، من قبل ما نقوم، الكلام ده اخواننا قبل ما نقوم، من نرجع الولايه ان شاء الله بالسلامه، تليفوناتنا هتشتغل، والطاير هيشتغل هنتعامل من هنا. بالنسبه للاتصالات طوالي، المفروض يجي يبدو طوالي، لكن يا اخواننا زي ما قال لكم تعمير الابراج، الناس دي عندهم ابراج بشكل البرد وبخلوا بابور شغال، البرد ده داير كهرباء 24 ساعه شغاله. بيجي الزول بفكه زي ما قال، انا ما اتكلم كلام الطاير، لكن تحافظوا على الممتلكات، تحافظوا على الناس اللي بيجوكم من برا، تحافظوا على الناس اللي بيقدموا التنميه. برضه عندنا من هنا يا اخواننا ندعو كل الخيرين، كل الخيرين، المنظمات الوطنيه، المنظمات الاقليميه تيجي بالمون تقدم الناس خدمات، لكن يا اهلي انا داير اقول لكم كلام. موضوع المنظمات ده والله ما بيمركوا لبر الامان. اللي بيمركوا لبر الامان الزناعه دي. وعندكم خصبه. الآن شوف السمر الموجود ده موجود وين؟ جيب السمر ده على قلبك. جيب في البرتال ده، جيب في الطبق. جيب الطبق. موجود وين يا اخواننا؟ ده موجود وين؟ ده اللي عندكم انتم ما موجود يا اخواننا. ده اللي عندكم انتم. احنا يا اخواننا من هنا بنعلن سوق للسمر في صناعه يا جماعه. الله اكبر. سوق للسمر وحيتباع لكم باسعار الهلاك، ما اسعار هنا يا اخواننا. عشان ما يتهرب. عشان ما يتهرب ندوكم ميزه ايجابيه، ان شاء الله الزول يخسر في الترحيل بسعر الموبايل، البورصه حق السمك في الموبايل يا اخواننا،
السمك في صناعه يتباع بسعر مبالغ يا جماعه. ان شاء الله الترحيل يكون مننا نحن، ما عندنا مانع، الترحيل يكون مننا نرحل لهم. الناس التجار بيشتروا اي نرحل لهم مجان، لكن السعر يكون بتاع مبيد ان شاء الله. السوق نعلن من اليوم يا اخواننا في اثناء السمك، اي زول يجيب سمكه هنا حيجيكم تيار رجال اعمال كبار، بس ما تشيلوا حقهم، لكن ان شاء الله برضه حيكونوا محروسين باذن الله. انا ما داير اطيل الكلام اللي قلته كلام كويس، لكن والله شيء محزن انه كل شابات زي ديل وشباب زي ديل تموت وساكت بدون اي سبب. اثقوا سالوا قالوا متوا لشنو؟ من اجل شنو؟ الاجابه للمرور ما عندكم اجابه. اجابه ما في، عشان كده ضيعوا دنيتكم. احسن نواياكم، خليكم كلكم من ادم وادم من تراب، ما في فرق بين فلان والعلان، خلونا نمشي لقدام، خلونا ننهض، خلوا فلان بينهض. السمك ده بيطلعكم، السمك ده بالدولار. الحاجه الوحيده اللي ما حصلت من 30 سنه السمك ده يا اخواننا. ال 30 سنه دي احنا السودان من حضور 30 سنه، السمك ده الوحيد اللي ما اتحضر يا جماعه. السمك ده الوحيد اللي ما اتحضر، عشان ما تقول السمك ده رخيص. الوحيد اللي ما اتحضر لانه عنده ميزه خاصه. ميزه خاصه، في حاجات بدونه ما بتبقى. في حاجات بدونه مويه ساقط. البيسي حقهم ده مويه بدون السمك، ما عنده قيمه. عشان كده ما بيقدروا يحضروه. لكن احنا ما عندنا الفهم، ما عندنا الفهم بخلينا احنا نمشي لقدام. ارجو يا علي كلكم، ارجوكم من هنا، انا والله نترجاكم يا جماعه، نترجاكم في حاله واحده، انا امشي لنا لقدام، لكن نفوت هيبه الدوله. والله ما انا جامل زول، والله ما انا جامل زول، والله ما انا جامل زول، اسمع الكلام ده كويس. هيبه الدوله، الناس الموجودين هنا، ما في زول، زول شاي السلاح، تجي انت شاي السلاح، وانت عسكري، وانت عندك قانون، وتجي قدام اي ينزلك واحد راتب لي موتر يقول لك تقول انا ما عندي تعليمات. التعليمات فيها في البندقية دي، ما فيها تعليمات. تعليمات فيها البندقية دي بس، العسكري انت تعليمات فيها البندقية دي، شايل السلاح، خط السلاح ما خدته وتضربه طوالي، ما في حاجة اسمها مجاملة. انا عسكري، انت تنزلني من عربيتي، انا عسكري عندنا، تاني قيمة شنو؟ ليه العسكري يكون موجود؟ انا احنا من هنا قدام يا اخواننا، اي يقول احترم نفسه، اللي بيحترم نفسه نشيله في راسنا ده، والما بيحترم نفسه نخليه يحترم نفسه باذن الله. نحن معاكم، نحن ما دارين نطيل عليكم، انتوا قاعدين في الشمس كثير، ونحتذر لكم، وان شاء الله المطالب اللي طلبتوها دي كلها احنا حنحصرها ونشوف الاولويات، الاولويات شنو ان شاء الله نعملها لكم. اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن، اعلن ان بلاده ستعزز وجودها العسكري في اوروبا كي يتمكن الحلف من الرد على التهديدات الآتية من كافة الاتجاهات وفي كل المجالات برا وجوا وبحرا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي الناتو يانس وستربورغ على هامش قمة الحلف في مدريد، والتي تسعى إلى تعزيز جناح الحلف الشرقي ردا على العمليات الروسية في أوكرانيا. وأكد أنه سيتم تعزيز الوجود العسكري والإمكانيات العسكرية الأمريكية في كل من إسبانيا وبولندا ورومانيا ودول البطليق وبريطانيا وألمانيا إلى جانب إيطاليا. وأضاف بايدن قائلا نعمل على تغيير حجم قواتنا في أوروبا نظرا للتحديات الراهنة. ومن جانبه قال أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستومبرغ أن الناتو سيوافق على الردع ليتمكن من نشر المزيد من التشكيلات القتالية ونشر المزيد من المعدات الموجودة مسبقا في أوروبا الشرقية بحلول العام المقبل. قال وفد البنك الدولي الذي يزور عدن برئاسة المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعات البنك الدولي ميرزا حسن خلال جلسة مباحثات مع الحكومة اليمنية إن برنامجه سيستجيب للأولويات التي قدمتها الحكومة. حسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أكد الوفد وقوف البنك الدولي مع الحكومة والشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية. ومن جانبه أكد رئيس الحكومة معين عبد الملك على ضرورة التعاون بما يوازي المستجدات العالمية الراهنة والتي فرضت ضغوطا إضافيا على الحكومة، خاصة في جانب الأمن الغذائي في القمح والموارد الأساسية وارتفاع أسعارها عالميا. إلى هنا سادتي تكاملت هذه النشرة، وأذكركم بأبرز ما جاء فيها. رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيتنو يخاطب أفراد الجالية التشادية بأبو ظبي. رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي. الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي
في كل أنحاء أوروبا. من قناة النصر 24 قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار. تقبلوا تحياتي والفريق العامل. دمتم في أمان الله.